في أحد أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، صدع قسم القارة الإفريقية إلى قسمين، ونحن بانتظار ظهور محيط جديد لنكتشف معا كيف سيغير هذا الصدع القاري وجه الكرة الأرضية إلى الأبد. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. القارة الإفريقية تنقسم بهدوء على امتداد كبير جاف من منطقة عفار شرق إفريقيا، المكان الذي يعد من أكثر مناطق الكرة الأرضية حرارة وسخونة. تنقسم القارة الإفريقية في أعماق الأرض على قمة مفترق ثلاث صفائح تكتونية تنقشر رويداً رويداً مبتعدة عن بعضها في عملية جيولوجية معقدة. يتوقع العلماء الجيولوجيون أن تكون نهايتها انقسام القارة الإفريقية إلى قسمين وانبثاق محيط جديد بينهما في الصدع الذي يبلغ طوله 35 ميلاً والذي يرتكز في الصحراء الإثيوبية. المحيط الجديد. تمت دراسة المصير التكتوني للقارة الإفريقية لعدة عقود بعد الصدع المحدث، وتساعد قياسات الأقمار الصناعية الجديدة العلماء على فهم الانتقال بشكل أفضل، بتقديمها أدوات قيمة لدراسة الولادة التدريجية لمحيط جديد في واحدة من أكثر المناطق الفريدة من نوعها من الناحية الجيولوجية على هذا الكوكب. إذ قال كريستوفر مور، وهو طالب دكتوراه في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة: هذا المكان الوحيد على الأرض حيث يمكنك دراسة كيف يتحول الصدع القاري إلى صدع محيطي. ويستخدم العلماء رادار القمر الصناعي لرصد النشاط البركاني في شرق إفريقيا، وهو النشاط المرتبط بتفكك القارة. كذلك يعتقد الجيولوجيون أن المحيط الجديد لإفريقيا سيستغرق ما لا يقل عن 5 ملايين إلى 10 ملايين سنة لتكوينه. ويعد الموقع الصدفي لمنطقة عفار على حدود الصفائح النوبية والصومالية والعربية مختبرا فريدا لدراسة العمليات التكتونية المتقنة، حيث تتكون قشرة الأرض من عشرات الصفائح التكتونية الكبيرة، وهي عبارة عن ألواح صخرية غير منتظمة الشكل تتمايل باستمرار مع بعضها، أو تتسلق أو تنزلق أو تمتد. المهم أنها تقوم بنشاط يجعلها تبتعد عن بعضها. وعلى مدار 30 مليون سنة الماضية، لاحظ العلماء أن الصفيحة العربية تبتعد عن إفريقيا، وهي العملية التي شكلت البحر الأحمر وخليج عدن بين جزئين متصلين من اليابسة. لكن الصفيحة الصومالية في شرق إفريقيا باتت تمتد أيضا مبتعدة عن الصفيحة النوبية، وتتقشر على طول الوادي المتصدع شرق إفريقيا والذي يمتد عبر إثيوبيا وكينيا. وقد عجز العلماء عن تحديد السبب الدقيق وراء التصدع الحاصل في القارة، إذ يعتقد البعض أن عمودا هائلا من الصخور شديدة السخونة يتصاعد من الوشاح أسفل شرق إفريقيا ويقود الصدع القاري في المنطقة. لكن المؤكد لديهم أنه في غضون 5 ملايين إلى 10 ملايين سنة ستقسم الحركة التكتونية القارة الإفريقية إلى قسمين، منشئة حوض محيط قد يكون الخلاص فيه للكرة الأرضية من الجفاف والأزمات المناخية التي تعانيها مؤخرا. وبحسب الجيوفيزيائي البحري كين ماكدونالد، سيغمر خليج عدن والبحر الأحمر منطقة عفار ووادي ريفت شرق إفريقيا، وسيصبح محيطا جديدا، وستكون لهذا الجزء من شرق إفريقيا قارته الصغيرة المنفصلة. المحيطات ثروة الكرة الأرضية. إن 70% من سطح الأرض يغطيها الماء، و97% من هذا الماء يتشكل من المحيطات التي تلعب دورا مهما في النظام البيئي لكرتنا الأرضية، فهي موطن لملايين الكائنات الحية من النباتات والحيوانات ذات الأحجام والأشكال والوظائف المتنوعة، والتي لكل منها دور كبير في موازنة النظام البيئي. ورغم ملايين الدراسات والأبحاث المستمرة على مدار الساعة، فإلى اليوم لا يستطيع العلماء القول أنهم سبروا أغوار المحيطات وعرفوا كل أسرارها، فهي كنز بيئي كبير بكل معنى الكلمة،
حيث تتحكم التيارات المحيطية في طقس العالم وتحدث تغيرات في الحياة البيئية. ولا نبالغ إذا قلنا أن المحيطات هي سر بقاء البشر على قيد الحياة. وبسبب الاحترار العالمي والصيد الجائر تتهدد أخطار كثيرة المحيطات على وجه الكرة الأرضية. والمحيطات حاليا خمسة، وهي المحيط الهادئ والأطلسي والهندي والمحيط المتجمد الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي. ومنذ عام 2016 تم تكليف علماء بالبدء برسم خارطة جديدة للكرة الأرضية مع توقع لتمركز محيطها الجديد. فهل سيكون هذا المحيط هو المنقذ للأرض من الكوارث البيئية التي تحيط بها؟ شاركنا رأيك في التعليقات.